السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الفيديو هو الجزء الثالث من تمارين مسابقة الجهاز العصبي اللي أنا بقدم لكم هو باللغة العربية من عمل ديب دينا، هي اللي كونت هذه التمارين في كتابها The Polyvagal Theory and Therapy. للتذكير أنا مش معالجة نفسية، والتمارين هذه ما هي للعلاج، هدفها إنه نقدر نفهم نفسنا أكثر. لما نعرف إحنا فين، لما نعرف إحنا كيف وصلنا هنا، وفي فيديو اليوم نقدر نخرج أو نروح للمكان اللي إحنا نبغاه، نقدر نكون لطيفين ونفهم حقيقي إيش اللي بيصير، علشان تصير زي النور نقدر نشوف طريقنا أكثر ونوصل لأشياء اللي نبغاها. تمرين اليوم هو خريطة المصادر، Regulating Resource Map، خريطة مصادر التنظيم الداخلي أو مصادر تنظيم الجهاز العصبي الإعلاني. نفس الشيء، حتجيبوا ورقة، تقدر تختار الألوان اللي تبغوها والأشكال اللي تبغوها، ترسموا وتكتبوا بأي لغة كانت. الخريطة هذه خاصة فيكم جدا، سووها زي ما أنتوا تبغوا. المرة دي في اختلاف شوية، هناخد زي الخريطة اللي زي الورقة اللي سويناها في التمرينين الماضية، وحنحط خط في النص، ودحين هخبركم. إذا صارت الآن، أتمنى إنه صارت الآن عندكم أسماء الحالات الخاصة فيكم، تقدر تكتبوها من الأعلى الventral vagal اللي هو حال الانتظام والاتزان، في النص الـ sympathetic nervous system state، الحال التحفيز والطاقة العالية، وفي الأسفل الـ dorsal vagal parasympathetic system. الخط اللي سويتيه في النص، الجانب هذا واحد فيهم حتكتبوا أشياء أقدر أسويها لوحدي أو مصادر أعملها بنفسي. الجزء الثاني أشياء أعملها مع آخرين. فلما نكمل الخريطة هذه حيكون عندكم ستة خانات عفوا، تقدروا كل خانة تكتبوها باللون اللي أنتوا تبغوه. حيكون عندنا ستة خانات، الستة هذه مصادر مختلفة في ستة خانات، هي كيف أحصل، إيش مصادر الدعم للخروج من حالة الدورسال فيجل اللي أقدر أسويها لوحدي واللي أقدر أسويها مع الناس التانيين، إيش مصادر إني أخرج من حال السيمباثيك نيرفس سيستم أو التحفيز والطاقة العالية اللي أقدر أسويها مع نفسي وأقدر أسويها مع الناس التانيين، وبعدين الفنترال فيجل، إيش المصادر اللي تخليني أقعد في هذا الحال من الاتزان والتنظيم الداخلي اللي أقدر أسويها مع نفسي وأقدر أسويها مع الناس التانيين. حنبدأ من السيمباثيك، من المنطقة، من الجزء اللي في النص. هي ديب دينا دائما عندها في أي نوع من أنواع التمارين بتمشي بهذا الترتيب، علشان ننتهي بالإحساس المنتظم. فحنبدأ لما نكون معصبين، إيش أشياء أنا أقدر أسويها؟ أنتوا تسووها لوحدكم،
ما تحتاج أحد تاني، اللي هي ممكن نسميها أدوات ومصادر التنظيم الذاتي self-regulating resources. ممكن في فيديو تاني تكلمت على التنظيم المشترك وإنه إحنا دائما نحتاج أحد تاني. فممكن تكون الأشياء اللي أنا أقدر أسويها جدا بسيطة، وتعتمد كمان على إيش المعطيات والإيش المحفز والإيش الحدث اللي صار، الموقف اللي صار بناء على شدته. بعض أحيان في أمور تصير أقدر أنا بأدواتي الذاتية أقدر أسويها، ممكن يكون مثلاً أخذ نفس، ممكن إنه أطالع من الشباك أشوف شيء أحبه، أتمدد، أقوم، أتحرك مع الـ sympathetic nervous system، sympathetic state. في إذا حفظت الدرس لسه في طاقة عالية، فبعض الأحيان نحتاج إنه نسوي نخلي الطاقة تخرج، يمكن أقوم أنطنط شوية، يمكن أقوم stretching، أتحرك، أقوم، يمكن أعلي صوتي، أغني. إيش الشيء ممكن أنا أسويه بدون وجود أحد تاني؟ أبغى أفتح بس على الخريطة حقت تبدينا عشان نديكم أمثلة منها. بعض الأحيان ممكن الواحد يقوم يبغى ينظف، يبغى يرتب المكان، يروح يمشي، كل هذه أشياء. بعدين شوفوا مثلا أنتم معصبين، إذا كان مثلا تعصيب يعني بعض الأحيان يكون الشيء المحفز ولا الموقف أو ردة فعلي جدا عالية، إنه حتى ما أكون قادر إني أنا أسوي شيء بنفسي وأحتاج مساعدة أحد تاني. ممكن في هذه الحالة إني أرفع السماعة وأكلم أحد، ممكن أكلم أحد أقول له خلينا نروح نمشي، وبرضو شوفوا إيش اللي بيطلع لكم، حطوا الأشياء اللي تيجي في بالكم وتقدروا ترجعوا لها. الحين نرجع ننزل للدورسال فيغال للتحفيز المنخفض والطاقة المنخفضة. لما يكون في هذا الحال وإذا استخدمنا الخريطة الأولى، شفت إنه والله الأشياء اللي أنا بسويها والأشياء اللي بتصير معايا، تنفس، أفكار، طريقة تواصل، تدلني إني أنا في هذا الحال. بعض الأحيان يمكن أحتاج أقعد في هذا الحال شوية لغاية ما يروح، بعض الأحيان يكون جداً مزعج أو ما أقدر إني أقعد فيه، أحتاج إني أخرج، أحتاج مصدر دعم يخرجني من هذا الحال إلى حال أفضل. وحال أفضل ممكن يكون حال إنه من عدم حركة لحركة بعدين نوصل للتنظيم. فمثلاً إيش أنا أقدر أسوي؟ روح نام. الواحد ممكن يدعي، يصلي، يروح على مديتيشن، يشرب شيء حار، في حركة أبطأ وطاقة أقل. ممكن الحركة نفسها هي تكون في حال السيمباثيك والدورسال، لكن السرعة مختلفة.
هذه الأشياء اللي أقدر أسويها وتقدر تسووها لوحدكم. والآن ننتقل للجزء الثاني مع الآخر، إيش ممكن تسووا عشان تخرجوا من حال الجمود أو الطاقة المنخفضة مع شخص آخر. ممكن تقول أحد يجي يقعد معاكم، تعطوا أحد هاج. بعض الأحيان مش لازم نتكلم بس نبغى نقعد مع أحد. وبرضو في وانتم بتسووا التمارين هذه تقدروا تسموا الحال هذا بالاسم اللي انتم تبغوه، وممكن يختلف من يوم للتاني من تمرين للتاني. لو طلع عندكم 10 أسماء لحال الدورسال فيجل خير وبركة، شيء خاص بيكم، شيء انتم تقدروا تعرفوه. وإذا تبغوا تقدروا تشاركوا الناس اللي حوالينكم يصير يعرفوا أنا في حال في هذا الحال أنا مالي أخلق ولا أنا مفرطعة، سيبوني بحالي شوية. خلصنا من الدورسال فيجل، ننتقل للأعلى للفنترال فيجل، حال الانتظام والاتزان الداخلي. إيش الأشياء اللي تقدروا تسووها ولا إيش الأشياء اللي لما تسووها تخليكم في إحساس الانتظام والاتزان الداخلي بصورة أكبر بصورة أطول؟ إحنا الحال هذا حال أنا اللي أسميه أرجع لنفسي، كل ما قدرنا نكون في فترة أطول في يومنا كل ما قدرنا نرجع له أسهل. زي يبدأ يصير الحال هذا متعودين عليه ونقدر نرجع له بسهولة. لما ما نكون نعرفه زي الطريق اللي احنا ما نعرفه لازم ياخذ مننا جهد كبير، ومع الوقت والممارسة نقدر نلاقي انه نقدر نرجع من عدم الاتزان للاتزان ونتفاعل مع المعطيات الحياة وما زلنا نكون في دائرة التحمل. كما شفتوا فيديو حق دائرة التحمل تقدر ترجعوا له، ونقدر نكون في حال أفضل بكل بساطة. فحقرأ لكم إيش مثلاً مكتوب في الكتاب الأمثلة. برضو الواحد يقدر يخرج يمشي في مكان في طبيعة، في مكان إحنا نحبه، روح البحر، تسوي كوب قهوة وتقعد تشرب مع كتاب، تسمع أغاني، أي شيء إحنا نقدر نسويه لوحدنا يدينا إحساس أنا مبسوطة. لا تنسوا إنه أوقات كتير مش الفعل نفسه هو اللي يحدد الشيء هذا، هو كيف إحنا بنسوي الفعل، فانتبهوا له. والآن إيش الأشياء اللي تسووها مع الآخرين اللي تديكم إحساس بالانتظام والاتزان، التواصل مع الآخرين، التواصل مع نفسنا؟ ممكن أتكلم مع أحد، مع صديقة على موضوع حماسي، مش يفرق، مش لو كنت سيمباثيك ولا في حالة انفعال، بطاقة عالية ممكن يكون فشت خلق في كلام بسرعة وصوت عالي وفضفض على أحد. ممكن يكون أكلم أحد أعرفه، أحب إني مثلاً أحد أشرب معه قهوة، أخرج، أمشي، في تواصل مع الناس التانين، في تواصل
ذاتي مع الطبيعه حواليني، كل هذه الاشياء اللي تبدأين تسميها glimmers أو ومضات ترجعنا لحالة الاتزان. نقدر نسويها أكثر، ونقدر نعود نفسنا إن نكون في هذا الحال. كده نكون خلصنا سلسلة تمارين مصادقة الجهاز العصبي اللا إرادي. طبعاً فيه تمارين أكثر، لكن هذه الثلاثة خرائط اللي تكلمنا فيها: خريطة أنا كيف حالي personal profile map، وخريطة أنا كيف وصلت لهذا الحال، خريطة ال glimmers and triggers. وفي هذا الفيديو أتكلمت ولديتكم تدريب أو تمرين بالأصح مصادر دعم والتنظيم Regulating Resources Map. هذه الثلاثة خرائط أتمنى لكم ترجعوا لها كل بعد فترة، تزودوا عليها، تبدأوا تلاحظوا. الملاحظة هي أهم شيء يخلينا نقدر نفهم إحنا كيف جهازنا العصبي بيشتغل. tracking، نلاحظ إيش اللي بيصير إيش اللي ما بيصير بلطف وكده حنان وإحساس بالفضول، أنا ليش بأسوي كده. وحقيقي خلينا نفهم أشياء كتير وأقول طيب أنا في هذا الحال أقدر أقعد في هذا الحال إذا أقدر، إذا من الشيء اللي مناسب. راحت الفكرة، فكرة من راسي جاء شيء برا مخي وقف. الظاهر لازم أخذ بريك. شكرا جزيلا، دعوا لكم تعليقات ولا تبغوا تفاصيل أكثر تقدروا ترجعوا للكتاب الأصلي. حاليا ما لقيته بالعربي، وممكن إذا في أسئلة تشاركوني فيها وإن شاء الله أقدر أجاوبها. شكرا جزيلا.